بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي على قناة محمد عبدو للترم الأول مع مادة الرياضيات النظام الجديد الفصل الدراسي الأول، ولقائنا من خلال كتاب بكار. تعالوا نشوف الوحدة المحور الأول الحس العددي والعمليات، والوحدة الأولى القيمة المكانية، والنهاردة معانا تقييم على الدروس من 1 إلى 3. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكارنا في تقييمنا وإزاي هنشتغلوا مع بعضنا. فين حبايبي تعليقاتكم وإعجاباتكم؟ عايز الاستفسارات اللي انتوا عايزين تستفسروا عنها، أي إضافات عايزين تقولوها، الحاجات دي كلها يعني براعيها جدا وبهتم بيها وبرد عليها بمجرد ما اشوفها. يعني تعالوا حبايبي نشوف الاول تقييم على الدرسين الاول والثاني، وبعدين ناخد تقييم شامل للثلاثه مع بعض. الصفحه بتاعتنا النهارده اللي هي قدامنا دي هنتكلم على تقييم للدرسين الاول والثاني. بيقول لي في العدد اللي عندك 358 صحيح و74 من 100 القيمة المكانية للرقم 7. فين الرقم 7؟ اهو قيمته المكانية ايه؟ الجزء من 10. برافو، يبقى جزء من 10. طب قيمته كام؟ مدام جزء من 10 وهم 7 يبقوا 7 اجزاء من 10. طب في العدد بتاعنا 609 و35 من 100، يا ترى القيمة المكانية للخمسة، خمسة مكانها فين؟ في الجزء من 100. برافو، جزء من 100، يبقى هنكتب جزء من 100. طيب برضو عايزين قيمتها المكانية، هي 5 في الجزء من 100 تبقى اسمها 5 من 100. ما تنساش ان انا بحط لكل صفار ما عدا الخانة اللي احنا عايزينها، وطبعا الصفار كلها انا مش محتاجها، انا محتاج بس الخمسة اللي هي من 100. فبالتالي من 100 يعني لازم يكون في رقمين قدام العلامة. طب عندي المسألة اللي بعدها بتقول لي 713 و8 من 100، يا ترى الرقم 7 هنا لو شفته قيمته المكانية فين؟ في خانة ايه؟ برافو، المئات، شطار اللي قال مئات، برافو عليه، لان دي العلامة العشرية ودول اجزاء من 10 و100 ودول احاد وعشرات ومئات، يعني الثمانية في المية السبعة في الميات تبقى بكام؟ ب700. شطار، قولوا معايا حبايبي. طب تعالوا نشوف اللي بعده بيقول ايه. 234 صحيح، بلاش كلمة صحيح، عايز تقولها قولها يعني. 234 و746 من 1000، عايزين القيمة المكانية للرقم 6. 6 مكانه فين؟ دور عليه. ايوه، اول واحد يعني في خانة الجزء من 1000، وبالتالي هيبقى جزء من 1000، يبقى هحط جزء من 1000 زي ما احنا شايفين. طب قيمتها المكانية كام؟ 6. هي 6 فين؟ 6 في جزء من 1000، يعني هنا، يبقى كل اللي حوالين منها ده صفار وهي اللي تفضل قاعدة. طبعا الصحيح ما يكفيني بس صفر واحد منه، وبالتالي هحط 6 من 1000. تمام، ده كان الجزء الاول بتاعنا. طب تعالوا نشوف ثانيا بيسألني على ايه؟ بيقول لي على العدد التالي انا عايز اكتبه في الجدول بتاعنا بتاع القيمة المكانية. العدد كام عندي؟ نمشي واحدة واحدة معاه كده. اول حاجة ايه؟ 375 مليونا. يعني ايه؟ يعني 375 مليون. فين الملايين؟ ادي ال 375 اتحطت فيها، شفناها مكانها فين؟ كلام جميل. طب بعد كده عندي ايه؟ عندي 905,000، يعني 905 في الالاف، يبقى 905 في الالاف. تمام. طب عندي بعدها ايه؟ 243 في خانة الوحدات، مش كده؟ 243، ما قلناش وراها لا الاف ولا حاجة، يبقى في خانة المئات، طيب الوحدات. طب بعد كده عندي ايه؟ 95 جزءا من 1000، يبقى هكتب 95 كده؟ لا، 95 هنا كده. ليه؟ لانها جزء من 1000، 95 جزء من 1000 بكتبها بالشكل ده كده، واخدين بالكو؟ طيب تعالى هنا بقى بيقول لي وريني كده، اكتب لي اكبر واصغر عدد عشري اقدر اكونه من الارقام اللي هي ده اهي في الجدول بتاعنا. طب تعالى نشوف وبعدين كمل بعد كده. يعني انا قدامي ايه؟ قدامي 5 9 4 6 2 0 7 0 3، كويس كده. طب انا عشان
ابتدي اجيب اكبر عدد، ببدأ ارتب من هنا وانا ماشي كده هوت بالكبير وانا ماشي لغاية ما اوصل الى قبل الاخير اللي هو الصغير واحط علامة من 10. ليه؟ تعال نشوف كده هتتكتب ازاي الاول بالشكل ده. ادي 9 وادي 7 وادي 6 وادي 5 وادي 4 وادي 3 وادي 2 وبعدين 0 و0. اخد الاولاني اعمله جزء من 10. طب ليه ما خدتش الثاني كمان جزء من 100؟ لا، في الحالة دي هيصغر العدد، خلي العدد يكتر هنا عشان خاطر تبقى واحد بس هنا في خانة الاجزاء من 10، لان هو عايز ايه؟ خدوا بالكم، عايز عدد عشري. يعني ايه عدد عشري؟ يعني في صحيح وفي كسور عشرية، لازم يكون في الاثنين. فمن الافضل ان انا اخليه كده، هيبقى اكبر عدد عندي. تقول لي طب ليه ما بدلش واجيب الاثنين هنا؟ يبقى قللت من قيمة العدد، لكن انا عايز العدد كبير، فباخد اصغر حاجة عندي موجودة واحطها في خانة الاجزاء من 10. طب لما عاوز اكبر اصغر عدد بقى، ابدأ من الصغير وانا ماشي كده، لكن في الاخر هاخد على حسب الخانات اللي هو حاكمني فيها في الجدول. لو ما كانش جاب لي جدول كنت هاخد اول 3 خانات كبار واحط العلامة وراهم، لكن هنا عشان هو حاكمني بالجدول جايب لي الجزء من 100 والجزء من 10 بس، يبقى انا هاخد رقمين 2 بس بالمنظر ده. هبتدي بالاثنين، ما ابدأش بالاصفار، خدوا بالكم، ابتدي بالاثنين وبعدين عشان عدد الارقام، لان انا لو حطيت الاصفار الاثنين هنا يبقى ده معناه ان انا الاثنين مالهمش، الصفرين يعني مالهمش لازمه والعدد يبقى ناقص في عدد ارقامه. عشان كده ببدا بالاثنين وبعدين اخد الصفرين وبعدين الثلاثه والاربعه والخمسه والسته، فاضل السبعه والتسعه احطهم له هنا. تقول لي طب ما خدتش السته ليه؟ اقول لك لان هو حاكمني في الجدول اللي جايبه لي باجزاء من 10 واجزاء من 100. تمام كده؟ طيب هنا بقى بيسالني على ايه؟ القيمه المكانيه للرقم 7 في اكبر عدد في اللي فوق ده. ده اكبر عدد اهو، واللي تحت اصغر عدد. السبعه هنا فين؟ اهي في حتة في احاد. احاد ايه؟ الملايين. خلاص يبقى انا هكتب له الموجودة فين القيمة المكانية؟ احاد الملايين. طب عايز الرقم 9 في اصغر عدد. التسعة هنا فين؟ اهي في خانة ايه؟ يبقى الجزء من 100. تمام كده؟ طيب لو هو لو انت حطيت 3 ارقام، التسعة تبقى في الجزء من 1000 وهو مش جايب لك في الجدول، مش كده ولا لا؟ طيب هنا بقى قيمة الرقم 5 في العدد الكبير. شوف 5 فين في الكبير؟ الكبير اللي فوق، ادي 5 اهي، فيه فين حتة مكانها؟ عشرات الايه؟ الالوف. برافو عليكم. طب تعال نشوف رابعا وهنشتغل فيها ازاي. بيقول لي انت عندك 63 جزء من 100، يعني 63 من 100، يعني لما اكتبها اكتب صفر وعلامة وستة وتلاتة، مش كده؟ يبقى 63 جزء من 100. طب لما اكون عايز اعرفهم كم جزء من 1000، احط لهم صفر عشان هيبقوا ايه؟ 630 جزء من 1000. خدتوا بالكم من الحته دي؟ يعني هتبقى بالشكل ده، ازود لها صفر هتبقى 630. من خلال الرسمه بتاعت المربعات بتاعت الواحد الصحيح متقسم الى 100 جزء، فهنا 63 جزء. افهمه لك اكتر، يعني 63 جزء من 100 يعني 6 أعمدة ب60 من 100، مش كده؟ وجنبهم 3 صغيرين من تحت. طب لما خليه آلاف بقى، كل واحد منهم، كل واحد مربع منهم متقسم ل10، فبقى عندي 36 10 36 63 آسف 63 10، وهم 63 وكل واحد في 10 أجزاء من الألف، يعني يبقى هيديني يعني 630. يعني باختصار ما تلخبطش نفسك، الجزء من 100 انا بحب اوضح لك بس جت ازاي. عايزه جزء من 1000 حط لها صفر وخلصت الحدوته. طب تعال نشوف المساله اللي بعدها بتقول لي ايه. 254 جزء من 100، بكتبها ازاي؟ بص كده، 254 جزء من 100، نكتبها 254 على 100، نكتبها 254 على 100. طب بتساوي كام؟ دي على 100، ودول هنا كام؟ 254. خد بالك الواحد الصحيح الكامل بيبقى فيه 100 مربع، يعني 100 من 100 بيبقى واحد صحيح، لكن دول 200 من 100 يبقى 2 صحاح، وعليهم 54 من ال 100.
خدتوا بالكم؟ يعني مربعين كاملين متلونين والتاني واخدين نصه، أعمدة بتاعته متلونة كلها المربعات بتاعته الخمسين، وبعدين أربعة جنبهم، يبقى ما معناه اتنين صحاح واربعة وخمسين من مية. عايز تعملها بسرعة هتبص على الاصفار بتاعة المية صفرين، يبقى تدخل كده لانها على، وبندخل من ناحية الشمال بالعلامة، العلامة هنا دخلها رقمين تبقى اتنين صحيح واربعة وخمسين من مية. طب بصوا معايا، عندي 645 من الف. اولا بيسأل على الرقم الموجود في الجزء من مية كام؟ في الجزء من مية في كام هنا؟ الماوس عليها اهو، أيوة أربعة، يبقى أقول له أربعة. طب الرقم اللي موجود في الجزء من ألف كام؟ برافو، خمسة، اللي قال خمسة شطورة حبيبي، شطرة عسل. طيب تعالوا كمان نشوف التقييم الشامل بقى للتلات دروس بتوعي. بيقول لي ممكن بقى عندك ادي خمس اعداد تقدر توزعهم لي في الجدول، بدأ من هنا A B C D E وهنرصهم له هنا. تعال نمسك أول واحد. أول واحد عندي مجموعة من 406 وعليها 12 من 100، يعني في الوحدات 406 أهو و12 من 100، تمام؟ ده إيه؟ ده أول واحد. طب تاني واحد 315 و29 من 100، مجموعته في الوحدات برضو بالشكل ده 315 و29 من 100. طب اللي بعده دخل على الالاف مش كده؟ 2734 و5 من 100، يبقى هنخش على الالاف بالاتنين بتاعتنا اهي، 200 2734 و5 من 100. خدوا بالكم ما تتلخبطوش دايما، فرق بين الفصلة بتاعت المجموعات الأحاد والعشرات والمئات، الوحدات والألوف والملايين والمليارات، اللي هم كل تلات أعداد بنحط الفصلة بتاعتهم، دي الفصلة، لكن النقطة دي هي العلامة العشرية. حاول دايما تميز عشان ما تفكرش إن هنا العلامة العشرية، لا، العلامة العشرية النقطة اللي هنا دي. خلاص خلصنا من التالت، تعالى للرابع بتاعنا كام؟ 6234، خانة الوحدات اهي، وادي الفصلة اللي بينها وخانة الالاف، وهنا سبعة من الف، تمام؟ يعني هتبقى بالشكل ده، ادي 6234 وادي سبعة من الف. شايفينها بتتكتب ازاي؟ ما قلتش سبعة هنا وانطق كلمة الف وخلاص، لا، لازم السبعة تحط في خانة الايه؟ الاجزاء من الف، دي اجزاء من الف. طب تعال نشوف الاخير عندي كام. عندي 53 الف، يعني دخل في خانة في مجموعة الالوف احاد وعشرات مش كده، وبعدين خد الوحدات 216، وبعدين خد 8 من عشرة، يعني هتزيد خانة عندي كمان، هتبقى كام؟ 53 الف اهي و216 وبعدين 8 من عشرة زي ما احنا شايفين في خانة الجزء من عشرة، تمام كده؟ طيب تعالى نشوف بعد ما كتبنا الاعداد الخمسه بتوعنا دول اعداد عشريه، اسمها اعداد عشريه، بتتكون من اعداد صحيحه كل دول وعشري، هنا عدد عشري كسر عشري وعدد صحيح. يعني ايه عدد عشري؟ يعني يتكون من عدد صحيح وكسر عشري. طب تعالى نشوف كمل ما ياتي، نبدا واحده واحده. اول حاجه بيقول لي كام على 100 تجيب 356 من 100. طب ما انت نطقتها وقلت من 100 صح، يعني على 100، يعني اشيل الـ بتاع العلامه العشريه واكتب العدد على 100، يعني اقول ايه؟ اقول 356 على 100. انطقه ازاي؟ 356 على 100، لان علامته هتيجي هنا عشان على 100 يعني من 100. مين اللي من 100 في دول؟ ال 56، بمشي كده 56 واحط العلامه اهي. طب وبعدين عايزها 1000 اعمل ايه؟ ازود لدي صفر، لان هو زود للمقام صفر، انا كمان ازود للبسط صفر، بدل ما هي 356 بقت 3560، تمام؟ 3560 على ايه؟ على 1000، دي العلامة بتاعة المجموعات اللي هي الفصلة. طب هنا بقى
انا عايز هيطلع كام؟ بص معايا كده وركز معايا، انت بتقول ايه؟ على 1000، يعني عايز من 1000، فين اللي من 1000 وانا ماشي كده؟ ادي 3 اهم 560، والتلاتة دي تبقى احاد، يعني بقت عبارة عن 3 احاد و560 من 1000. خد بالك الحتة دي، يعني ركز فيها شوية، يعني دي الفاصلة بين المجموعة بتاعت المجموعات بتاعت الوحدات وبتاعت الايه الالاف، لكن انا بقسمها على 1000، بقسمها على 1000، يعني العلامة ده هي بتاعتنا، خدوا بالكم العلامة بتاعتنا ده هي اللي هي فواصل هتبقى كسر 10. ليه؟ لان انت بتقسمها على 1000، مش دي 3000، هريحك انا، مش دي 3000، يعني الواحد الصحيح بنقسمه بالاف هيبقوا 3، 3 مربعات كبار، ويفضل لي ايه؟ ويفضل لي 360 في الرابع بتاعنا، تمام؟ طب يعني 3 صحاح والرابع واخدين منه 360 من 1000. تعال نشوف دي، دي كانت كام هنا؟ بص كده 4 صحيح و829 من 1000، يبقى 4000. اخد العدد كله واقول بدل من 1000 اقول على 1000، 4829 على 1000، تمام؟ طب هنا كام صحاح؟ 26 و36، وهنا كام؟ 28 على 100، يعني دول صحاح، تمام؟ طب كويس جدا، ودول ده 36 مربع كاملين، عشان كده بنقول 36 صحاح، واحد صحيح يعني، 36 واحد صحيح، ويفضل ال 28 من 100، احطهم كلهم على 100، يعني اقول ايه؟ اقول ال 36 في 100، فاكرين لما بنضرب العدد الصحيح في المقام ونجمع عليه البسط؟ 36 في 100 ب 3600، اجمع عليهم ال 28 يدوني 3628 على 1000، على 100، تمام كده؟ طب انا عايزها دي علامه الفاصله بين المجموعات، والله مشكله الفاصله والعلامه العشريه بتلخبطكم انا عارف. طيب هنا انا على 100 عايزها على 1000، اخد نفس العدد وازود له صفر بقى بالشكل ده، يعني بدل ما كانت 3628 هتبقى 36280، حطيت لها صفر لان هو زود لل 100 صفر، انا ازود للبسط بتاعي كمان صفر. طب هنا العدد ده من كام؟ من 1000، ومحطوطه 1000 تحت اهو، يبقى اخد العدد كله فوق، يعني 2000، لا مش 2000 اسف، 2 صحيح و518 من 1000. يعني ايه؟ يعني 2518 بدل على من 1000 اقول على 1000، هيبقى بالشكل ده 2518 على 1000، تمام؟ طيب هو جايب لي مربعات بالشكل ده وملون جزء، هو الحقيقه في الكتاب مش واضحين خالص، فانا حطيتهم لك من عندي. تعال نشوف كده، بيقول لي عايزين نعرف اللي بيمثله الجزء الملون ده، واحد صحيح يعني 100 من 100 لان في 100 مربع، صح كده؟ طب هنا كام؟ هنا 10، وهنا كام؟ 10، بقينا في كام؟ في 20، وهنا كام؟ هنا 6، بقينا في كام؟ 26، 26 مربع، من كام مربع كلهم؟ من 100، يبقى 26 من 100، صح كده؟ طب دول عباره عن 10 و10 20 من 100، وممكن اكتبها 2 من 10 لان هم شريطين من 10 شرايط، مش كده؟ يبقى اقول 2 من 10، حطيت الصفر زي ما اتفقنا قبل كده، مش هيأثر ولا هيغير من اي القيمه من القيم اللي عندي، زي ما كنا بنشوف هنا لما كان بيبقى من 100 ونعوزه ل 1000 بنزود له صفر فوق وصفر تحت، ما بتأثرش معايا، وبنقراها من 1000 بدل ما هي من 100 وبنحط الاصفار بتاعتنا. طب تعالى نشوف بعد كده اللي بعدها بتقول ايه؟ اللي بعدها عندي بتقول لي اكمل ما ياتي. بدأ بالمسألة الأولانية دي، المسألة الأولانية دي بتقول لي اضرب لي 348 في 10، ده ما فيهوش كسور، ده ضرب عادي. يعني إيه ضرب عادي؟ يعني معناها إن أنت هتحط قدام العدد بتاعك صفر، 348 حط له صفر، بقى كام؟ بقى 3480. طب اللي بعدها؟ بضربه في 10 بس هنا علامة عشرية بقى، العلامة العشرية فاكر ايدك اليمين وانت بتضرب تحركها رقم، يعني تمشي رقم ناحية ايدك اليمين، يعني بدل العلامة العشرية ما كانت بين الاثنين والتسعة هتبقى بين التسعة وايه والستة، يعني تبقى 29.6.
طيب نيجي للي بعدها برضو بيضربها في 10، العلامة العشرية اللي قبل الصفر هتيجي اللي بعد الصفر هتيجي قبل الصفر، يعني بين الصفر والتمانية، يعني هنقراها 3140.8 بالشكل ده. أظن واضحة هنا العلامة الفاصلة بين المجموعات وبين العلامة العشرية، دي نقطة ودي زي علامة الفاصلة كده، خلاص فهمناها. إذن دي 3140.8. طب تعال نشوف اللي هنا، ده بقى نفس العدد 348 بس بيقسمه على 10، بعمل ايه؟ تقول لي بدخل بالعلامة ناحية الشمال، بس فين هي العلامة يا استاذ؟ ما فيش علامة. لا حبيبي، ما دام ده عدد صحيح يبقى علامته قدامه بس ما لهاش لازمة، عشان كده ما بنكتبهاش. فلما يقول لي على 10 اخد العلامة اللي هي اللي هنا اللي مش باينة اللي ما بتتكتبش واحطها بين الاربعة وايه والتمانية، هتبقى بالشكل ده 34.8، يعني دخلت العلامة ناحية الشمال رقم 1. طب برضو العدد ده فيه علامة هنا وهقسمه على 10، يبقى تدخل رقم 1، يعني تبقى قدام الاتنين، يعني يبقى 296.000. شايفينها العلامة هنا وانت بتقسم على 10، وفي القسمة بتحرك ناحية الشمال هاخد رقم 1 عشان على 10، همشيها هنا كده هتبقى بالشكل ده. طب هنا العلامة بين الاربعة والصفر وبقسم على 10، يبقى مشيها بين الواحد والاربعة، تمشي رقم 1 ناحية الشمال، تديني كام؟ تديني 31 صحيح، العلامة جت هنا اهو، و408.000. اظن المراجعة دي ثبتت لكم التلات دروس كويس جدا وفادتكم كتير، ده انا متهيألي يعني. ويا ريت تعلقولي بس اعرف وجهة نظركم ايه حبايبي. بكده حبايبي يكون وصلنا لنهاية تقييمنا النهاردة. ما تنسوش هحاول احط لكم يعني صور هنا بحيث ان انت تضغط عليها، ده علاقة بالدروس بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها واللي هينزل ان شاء الله من الكتاب المدرسي، يعني احنا نزلنا فيديو واحد بس فيها. بكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا مع تقييمنا، وإلى اللقاء مع درس قادم مع أطيب تمنياتي بالتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.